صباح الخير. الناس اللي سألتني على الصيام المتقطع، السيدات لما بيصوموا أكتر من 14، سيدات كتيرة الدورة بتتلخبط والهرمونات بتتلخبط، فلا أنصح إن أنت تصومي أكتر من 14 ساعة. ولكن إزاي تستفيدي من الأوتوفيجي اللي هو الجسم ياكل الخلايا السيئة والسرطانية والخلايا اللي مش قايمة بوظيفتها؟ ممكن تعمليها مرة في الأسبوع، ممكن تعمليها مثلا 3 أيام في الشهر أو 4 أيام في الشهر بالكتير. ولكن الرجالة ممكن نصوم 14 و18 و16 و20 ساعة كل يوم، وبالعكس الكتلة العضلية تبقى مظبوطة والتستوستيرون تمام والأوتوفيشي شغال. وممكن يبقى ستايل حياة للرجالة، مادام بناكل في الوقت ال4 ساعات أو ال6 ساعات، الأكل البروتيني الكويس وبنلعب جيم كويس، الجسم يستفيد تماما. فالسيدات لا أنصح أكتر من 14 ساعة، وخصوصا لو أنت أقل من 40 سنة. فوق 40 سنة ممكن، ولكن أقل من 40 غالبا هتتأثر الهرمونات. فالصيام مهم قوي لو عاوزين نحرق وزن، لو عايزين نقلل سعراتنا، لو عاوزين الشباب يتجدد، لأن الجروث هرمون بيعلى طول ما احنا مش صايمين، لو عاوزين نبعد عن السرطانات. خلاصة أيام وسنين وشهور في زيادة الوزن، خلاصتها يعني في ملايين المحاضرات، ولكن الخلاصة احنا بناكل كتير جدا 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 اكتر من حاجة الجسد. فلو قللنا النقطة دي يعني بدون اي حاجة تانية، الجسم هيروح للشكل المثالي. صباح الخير.